وبركاته. أهلا بكم مع مادة اللغة العربية طلاب الصف السادس الابتدائي. معنا النهاردة أولاد درس من دروس اللغة العربية وفرع القراءة. الدرس بعنوان يوم لا ينسى. يوم لا ينسى يعني يوم جميل. تعالوا نشوف إيه أحداث اليوم ده وإيه مشاهد هذا الدرس. طبعا يا اولاد احنا عرفنا في الدرس السابق واحنا عارفين ان دي عباره عن موضوعات مرتبطه ببعضها وبتكمل بعضها. عرفنا في الدرس السابق ان صاحبتنا مريم فوجئت بزياره او بوجود صديقتها فاطمه في المستشفى عند زيارتها لها، وطبعا بتقول لنا هنا بقى في بدايه الدرس بتاعنا ان هي لم احكي شيئا لزملائي عن فاطمه. هنا المتحدث في الفقره دي يا مستر، طبعا مريم هي وعدت زميلتها بالزياره بعد ذلك، ولكن حدث اتفاق بين الطبيب وبين طبعا المدرسه، هنعرف الكلام ده، فالبنت انتظرت ولم تحكي شيئا لزملائها عن فاطمه. جميل. وبيقول لي هنا في منتصف الاسبوع التالي، يعني فات اسبوع، في نص الاسبوع الذي يليه دخلت معلمة الفصل وتدعى كاميليا، وبدأت تخبر التلاميذ بأن صديقتهم فاطمة ستأتي بعد غد في صحبة والدتها، وطبعا أخبرتهم أيضا بأنها مريضة وتقيم في أحد المستشفيات منذ فترة. هنعيد يا اولاد المشهد ده تاني، ايه اللي حصل بالتفصيل. مريم لم تحكي شيء لزملائها عن فاطمه. طبعا دي حاجه كويسه ان انا مثلا شفت زميل ليا ولا حاجه مريض، فما اروحش تاني يوم المدرسه بقى ده انا رحت لقيته قاعد كده وشكله كده، لا دي حاجه مش كويسه. فزي ما احنا شايفين كده مريم لم تحكي شيئا لزملائها عن فاطمه. طبعا احكي يا اولاد زي ما انتم شايفين كده الياء متشال منها، دي حاجه هناخدها في النحو ان شاء الله في سنه سته. في اسمها ايه؟ في الفصل الدراسي القادم ان شاء الله. اللي هي الجزم. اسمها جزم. بشيل الحرف الياء ده واعوض عنه بالكسره زي ما انت شايف كده، هي مكتوبه صح، خلي بالك. كسره عشان هي اخرها ياء يا مستر، فحذفنا الياء وعوضنا عنها بالكسر. بالكسر، برافو. وطبعا المعلمه دخلت امتى؟ في منتصف الاسبوع التالي. في منتصف الاسبوع التالي اللي بعديه، وهي كل ده كانت البنت ساكته وما حكتش حاجه، والمعلمه كان اسمها ايه؟ كاميليا. كاميليا. قالت فاطمة ستأتي بعد غد، وهتيجي لوحدها؟ لا طبعا، في صحبة او رفقة والدتها. والدتها. وقالت لهم على فكرة انها ايه؟ مريضة ومقيمة في احد المستشفيات. تعالوا نكمل السؤال ده، بيقول لك متى دخلت المعلمة الفصل؟ جميل، في منتصف الاسبوع التالي. برافو عليكم. تعالوا نكمل بعد ذلك. تعالوا بقى نشوف ايه اراء الطلاب يا اولاد لما المعلمة عرضت الموضوع ده وقالت لهم ان البنت مريضه. وعلى فكره الطبيب واحنا كلنا كنا عارفين ان الحاله النفسيه هتؤثر بشكل ايجابي على البنت فاطمه، فاحنا كلنا دلوقتي عايزين نخليها فرحانه ومبسوطه. فالمعلمه فهمت الكلام ده للاولاد، فالاولاد دلوقتي كل تفكيرهم ازاي يخلوا فاطمه مسروره لما تاتي الايه المدرسه. فتعالوا نشوف مع بعض ايه اراء الطلاب، وخاصة يا مستر ان طبعا فاطمة تغير حالها عندما رأت صديقتها مريم، وان اشرق وجهها ببريق الفرحة، فطبعا لاحظ ذلك الطبيب، فكان رتب مع ادارة المدرسة لزيارة فاطمة لزملائها في المدرسة. وبدأت المعلمة تسأل عن كيفية استقبال صديقتهم فاطمة، وكان من اراء الطلاب ان سامح بقى كانت عنده فكرة جميلة، قال سوف نكون جميعا في استقبالها. لا ده من الموضوع بقى في زميلتنا ولازم نستقبلها كويس، هنبقى كلنا في استقبال، وسوف نزين الفصل بشرائط ايه؟ ملون. حاجة جميلة كده، تخش تلاقي الفصل مزين بشرائط ملون. يعني ايه نزين يا مستر؟ يعني نجمل ونحسن الفصل، نخليه شكله كده مبهج وجميل. جميل، ده كان رأي سامح. طب تعالى نشوف كده رأي زميل اخر وهو احمد، وكان من رأي أحمد أن هم يقوموا بكتابة لوحة ترحيب حتى تراها فاطمة وهي تدخل الفصل. وكلمة ترحيب يا ولادي يعني حسن إيه؟ استقبال. حسن استقبال. فدي كانت آراء التلاميذ لما المعلمة كاميليا دخلت إلى الفصل وفهمتهم أنها إيه؟ أن فاطمة مريضة. أول حاجة سامح عرض أن يعمل إيه؟ أن هو يكتب أن هم يزينوا الفصل بشرائط ملونة ويكونوا جميعا في استقبال. أحمد بقى كان عنده فكرة تانية جميلة اللي هو يعمل إيه؟ أن هم يكتبوا لوحة ترحيب لتراها فاطمة وهي تدخل الفصل. طبعا دي حاجة كويسة أن يكون في حب بين التلاميذ وتعاون معا. سؤال بقى لحبايبنا المتفوقين المتابعين،
يا ريت نلاقي في تفاعل كده بينكم واستجابة لهذا السؤال. السؤال بيقول لك ماذا اقترح كل من سامح واحمد؟ حاول تراجعها وتأكد عليها وتحفظها وتجاوبها لوحدك. بنكمل باقي احداث المشهد اللي احنا شغالين فيه او الدرس. طبعا كل ده الحوار او الاحداث دي بتحكيها لنا صديقتنا مريم. فصديقتنا مريم بتقول: وقلت وانا اشعر بسعاده غامره. دي مريم هنا المتحدثه، انها فرصه رائعه، فرصه عظيمه لكي نظهر ونوضح لفاطمه مدى حبنا لها. مدى بمعنى مقدار حبنا لها. جميل. يبقى هنا ده كان المتحدث في هذه الفقره هو مين يا مستر؟ مريم. مريم ماذا قالت؟ قالت انها فرصة رائعة لنظهر لها مدى حبنا. يا ريت كل واحد فينا يبين قد ايه هو بيحب فاطمة. طبعا، لان زي ما قلنا ان الطبيب المعالج ذكر للمعلمة ان هذه الزيارة سيكون لها اثر بالغ في علاجها، يعني اثر او نتيجة عظيمة، عظيمة في علاج وإيجابية في علاج ايه فاطمة. المعلمة بتجاوب بعد كده وبتكمل الكلام واجابت، قالت ايه؟ قالت: هذه مشاعر طيبة، انا مبسوطة ان انتوا بتحبوا بعض بالمنظر ده وان انتوا تعاملوا بعض زي الاخوات، وعلينا بتزيين الفصل زي ما احنا اتفقنا. فلقد اخبرني الطبيب المعالج، يعني الذي يقوم بالعلاج، ان زيارتها ستكون لها اثر بالغ وكبير وعظيم في علاجها. يعني يا ريت يا اولاد نهتم بالموضوع ده، لان هي الحالة النفسية الايجابية هتخليها تخف بسرعة. يعني لكن لو هي حزينة مش هتخف بسرعة. يعني معنى كده ان الزيارة لها اثر سلبي ام ايجابي؟ لا طبعا اثر ايجابي ان شاء الله. في اليوم التالي بالفعل اصبح الفصل يشبه لوحة رائعة. بيقول لك بقى، عارف انت كل حاجة نفسك فيها من جمال لقيناها جوه الفصل، شرائط ملونة، لوحة جميلة، الاولاد كلهم مبسوطين ان هي جاية، فتشبه لوحة رائعة. طب مستر، هنا نسأل بس سؤال كده في القواعد، اصبح الفصل يشبه لوحة رائعة، فين خبر أصبح هنا؟ أصبح الفصل يشبه، هنا دلوقتي الفصل اسم أصبح، يشبه ده هو يعتبر خبر، بس خبر جملة إيه؟ جملة فعلية. خبر جملة فعلية، إحنا كنا واخدين الخبر أنواع مفرد وجملة وشبه جملة، فده يعتبر خبر جملة فعلية. برضو بالمرة كده لو عايزين نسأل سؤال، لما مريم قالت إنها فرصة، إنها فرصة، هي فرصة دي تعتبر إيه؟ اسم إن؟ لا طبعا يا مستر، إحنا قلنا أي ضمير بيتصل بإن أو أخواتها بيبقى هو اسمها، وفرصة دي هي فرصة، هي الخبر. برافو عليكم. تعالوا بقى نكمل باقي أحداث الدرس. فبيقول لي هنا إن طبعا الفصل زي ما قلنا أصبح يشبه لوحة جميلة، طبعا تزينه الألوان الزاهية المشرقة والشرائط الملونة. إحنا اتفقنا إن صاحبنا أحمد اقترح ان هم يقوموا بكتابه ايه يا مستر؟ بكتابه لوحه لتراها هي تدخل داخل الفصل. فكانت اللوحه، تعالى كده نشوف مكتوب عليها ايه. اهلا بك يا فاطمه في فصلك. خد بالك قال لها فصلك، ما قالهاش في فصلنا، لا، يعني عايزين يشعروها ان هي ما زالت ايه بينهم، وانه ما زال ايه فصلها رغم غيابها عنهم. وطبعا في سؤال هنا بيقول لك كيف اصبح شكل الفصل؟ قلنا اصبح مثل لوحه جميله رائعه زي تملأها الألوان الزاهية والمشرقة والشرائط الملونة. تعال نشوف بقى بعدها اليوم زيارة فاطمة. هو ده بقى يا ولاد عنوان درسنا النهاردة. احنا درسنا بعنوان يوم لا ينسى. هو ده بقى اليوم الجميل اللي احنا مش قادرين ننساه. اللي حصل في بداية الحصة الثانية، خد بالك من المواعيد، البنت هتيجي امتى؟ في بداية الحصة الثانية سمعنا دقة على باب الفصل. البنت دقت دقه واحده كده على باب الايه؟ طرقه على باب الفصل. الذي اخذ ينفتح ببطء شديد. البنت بتفتحه بالراحه كده قلقانه من اللي هيحصل ومش عارفه ايه رد الفعل. ايه اللي حصل؟ سرعان ما اطل وجه فاطمه. اطل يعني ايه؟ يعني زهره. ظهر الوجه بتاعها كده. اول حاجه دخلت وشفناها كان وش فاطمه او وجهها. وفي نفس اللحظه يا مستر اللي ظهر فيها وجه فاطمه دوى التصفيق، يعني ارتفع على صوت التصفيق، التصفيق الحار المليء طبعا بالاشواق والفرح لرؤيه فاطمه. وتعالت صيحات الترحيب كلهم. بقى ايه؟ اهلا يا فاطمه. كلهم في اصوات بقى ايه، صيحات واصوات عاليه للترحيب بها، وده كان رد فعل جميل جدا من الاولاد، وده تعبيرا منهم عن الايه؟ عن السعاده برؤيه فاطمه. بالظبط كده. يبقى اللي احنا شايفينه ده مشهد بيدل على سعاده كبيره بقدومها وعلى فرحه الاولاد بيها. جميل. كيف استقبل الطلاب فاطمة؟ أول ما هي دخلت دوى التصفيق الحار. دوى يعني ارتفع. وعلى التصفيق الحار يعني الشديد، وتعالت صيحات الترحيب. طب مثلا كنت شايفة كده جملة بيقول لي تعالت البنت على زملائها.
معناها برضو ارتفعت؟ لا هنا تعالت بقى بمعنى تكبرت، دي صفة سيئة، التعالي والتكبر صفة سيئة، لكن هنا تعالت الأصوات يعني ارتفعت الايه؟ الأصوات. جميل. بيقول يا أولاد طبعا كان هناك اتفاق بين المعلمة والتلاميذ، وكما كان هناك اتفاق بين المعلمة والطبيب. قبل ما نعرف الاتفاق ده أولاد هننتظر برضو إجابتكم على السؤال اللي ظهر ده، كيف دخلت فاطمة إلى الفصل؟ وصف لي حالتها وكانت عاملة إزاي وهي داخل الفصل، وتعالوا نكمل باقي مشاهد الدرس. بيقول يا أولاد طبعا زي ما قلنا كان في اتفاق، وبالتالي كان هناك مفاجأتين عند قدوم فاطمة. المفاجأة الأولى إن يا أولاد فاطمة ارتدت قبعة بيضاء جميلة للغاية. احنا يعني عارف انت كنا مش متخيلين المنظر ده، فالقبعة البيضاء الجميلة دي كانت مفاجأة بالنسبة للأولاد. طب انتوا عارفين ايه المفاجأة التانية بقى؟ أكيد يا مستر، إن التلاميذ ارتدوا قبعة أو قبعات جميلة مماثلة ومشابهة لقبعة فاطمة، فكانت مفاجأة بقى بالنسبة للاتنين، يعني إن هم جميعا ارتدوا نفس القبعات. الأولاد اتفاجئوا لما لقوا إن البنت لابسة نفس القبعة بتاعتهم، والبنت اتفاجئت لما لقيت برضو الأولاد كلهم متفقين مع بعض ولابسين نفس القبعة. هو ده بقى الاتفاق اللي حصل بين مين ومين؟ بين المعلمة والتلاميذ والمعلمة والطبيب. بالظبط. طيب لماذا ارتدت يا مستر فاطمة القبعة؟ ممكن يكون مثلا يعني عشان خاطر هو المرض والمادة الكيميائية اللي هي بتاخدها أدت إلى تساقط معظم شعر رأسها أو شعر رأسها، فده ممكن يكون تجميلا لشكلها، وحتى لا تشعر بالإحراج بقى طبعا، مشاركة من الأولاد بقى، وحتى لا تشعر بالإحراج، هم كمان ارتدوا قبعات بيضاء مشاركة ليها وحتى لا تشعر بالإيه؟ بالإحراج. فكان اتفاق جيد وكانت مفاجأة جميلة. بيقول لي طبعا ومنذ ذلك اليوم، ايه المقصود بذلك اليوم؟ اليوم المشار اليه؟ اليوم اللي هو تقابلت فيه فاطمه مع التلاميذ في الفصل. جميل، اللي هو اليوم التقاء فاطمه مع زملائها، اصبح اسم الفصل فصل القبعات البيضاء. وطبعا يا مستر هو نفس زي ما قلنا فصل اسم الوحده، وقلنا ان هو حقا يوم لا ينسى. ليه يوم لا ينسى؟ لان طبعا اظهر فيه التلاميذ مشاعرهم وحبهم لفاطمه، وايضا فاطمة طبعا سيكون له أو في هذا اليوم سيكون له أثر شديد في علاجها. وتعالى كده نستعرض بعض الأسئلة. ممكن نسأل سؤال أولاد ونقول مثلا لماذا تعالت صيحات الترحيب؟ تعبيرا عن حبهم لفاطمة. طب لو سألتك سؤال سهل جدا، ما المفاجأة الأولى؟ المفاجأة الأولى أن فاطمة ارتدت قبعة بيضاء جميلة للغاية. أما الثانية؟ أن التلاميذ ارتدوا قبعات بيضاء مماثلة لقبعات فاطمة. طيب وما الاتفاق الذي حدث بين الطبيب والمعلمة؟ الاتفاق أن ترتجي فاطمة قبعة بيضاء ويرتجي جميع التلاميذ قبعات بيضاء مماثلة له. طيب ما اسم بقى اللي أطلق على هذا الفصل بعد ذلك؟ فصل القبعات البيضاء. ولماذا؟ لأن كل التلاميذ كانوا يرتدون قبعات بيضاء مماثلة لقبعة فاطمة. وصلنا لسؤال المتفوقين هنا أولاد، هننتظر تفاعلكم معنا. حدثت مفاجأتان رائعتان عند دخول فاطمة الفصل، فما هما؟ ركز وراجع عليهم وهننتظر إجابتك عليهم. في سؤال تاني بيقول يا أولاد ما أداب زيارة المريض؟ طبعا احنا عارفين ان المريض عند زيارته له آداب، كلمنا عنها في الدرس اللي فات، ياريت نتعرف على آداب زيارة المريض، وننتظر إجاباتكم في التعليقات، وعلى وعد بلقاء جديد في درس آخر. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.